بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء، أبناء مصر ومحامو العروبة، أحييكم جميعا بتحية الحق والعروبة. الحق الذي يعلو دائما ولا يعلى عليه، والعروبة هوى أفئدتنا ونطق ألسنتنا. جئنا اليوم نصرة للمحاماة في الوطن العربي، ونصرة للمحاماة في جمهورية مصر العربية. هذه المهنة، أنا استمعت اليوم إلى مرافعة النقيب الأستاذ سامي عاشور. هذه المهنة تحتاج إلى نقيب مثل سامي عاشور. استمعت إلى مرافعة وكيل الحق المدني، وقال أن الأستاذ سامح استقوى بالاتحاد وبالنقابات العربية عليه. حاشا لله، نحن لا نقبل أن يستقوى بنا، نحن ضلع واحد، نحن جسم واحد، نحن قوة واحدة. جئنا ننصر نقيب مصر، لأن مصر قائدة النقابات في الوطن العربي. نقابة محامين مصر هي التي انتصرت لإرادة الأمة ضد اتفاقية كامب ديفيد. ونحن اليوم في هذا الموقف العظيم الذي أراه من الزملاء في مصر العربية، لكم كل التحية والتقدير على هذه الوقفة. ليست نصرة لسامي عاشور، وإنما لنقيب مصر ونقابة مصر ولمحامي مصر ولمحامي الأمة العربية جمعاء. كل التحية والتقدير والتهنئة والتبريك للأستاذ سامح ولمجلس نقابة المحامين ولفروع النقابة ولكافة الزملاء. ألف مبروك هذا النصر العظيم لمهنة المحاماة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.